أتوقع الصمت الحكومي هو أحد أسباب التدخل الخارجي بالأمور والشؤون المحلية، سواء كان قانون الأحوال الشخصية مرر أو لم يعني يتفق عليه، ما دخل وما شأن الدول بالتدخل؟ بصراحة هي أي تدخلات خارجية في الشأن المحلي، خصوصا إذا كان الموضوع يعنى بجانب تشريع قوانين أو تعديل قوانين أو ربما قراءة بعض القوانين، هو بحد ذاته ظاهرة خطيرة ومن الممكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على واقع الحال المعيشي. أنا أعتقد هذا تدخل سافر بالسياسة العراقية واعتداء صارخ على سيادة العراق. العراق اليوم يمتلك دستور ويمتلك حكومة ويمتلك برلمان، وهو الأقرب، وهو من يريد مصلحة الشعب العراقي أو يقر هذه القانون أو يترك هذا القانون، وبالتالي هذا شأن داخلي ليس شأن خارجي أو ارتباط مع دولة أو ارتباط مع جهات أو اتفاقات أخرى. إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، كم كنا ننتظر منكم موقفاً لما يحصل في غزة، أو مبادرة لوقف إطلاق النار في لبنان، أو حتى مقترح لإنهاء مسيرة الجرائم الصهيونية؟ كما كنا نتمنى لو أنكم وضعتم الحدود المناسبة للانحدار القيمي في مجتمعاتكم. كما أسعدنا حرصكم على المرأة العراقية، لكننا ندرك نواياكم الخبيثة. من أباح لكم التدخل بسن القوانين والتشريعات العراقية؟ ما صور لكم بأنكم تمتلكون الحق بفرض ما تبتغيه منظماتكم وأجنداتكم غير الأخلاقية؟ لا حقوق للإنسان ولا للمرأة إلا ووضعها الله في الشريعة الإسلامية وأسسنا لها في هويتنا العراقية، أما دون ذلك فلا مسموح لكم بالتدخل ولا تعلمون لغة الحرص، فنحن أحرص على مجتمعاتنا من أمراضكم المتفشية في الغرب الفاسد. والآن رسالتنا إلى أعضاء مجلس النواب العراقي، في القراءة الأولى شكرناكم وفي الثانية دعمناكم وأيدناكم، لكننا نترقب التصويت فلا تتأخروا كي لا تتحول منابرنا الإعلامية من انتقاد المعترضين إلى انتقاد الساكتين عن الحق، وأنتم رجال الملمات في الأوقات الصعبة فلا تلومنكم في التشريعات الإسلامية لومة لائم، والله ولي التوفيق. ملفنا الأول راح يكون عن تدخل البرلمان الأوروبي في عمل السلطة التشريعية وتحديداً التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية. راح نتناقش بهذا الملف مع ضيوفنا الكرام رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح الشيخ مجيد العقابي، حياك الله. أهلاً وسهلاً. كما أرحب بالقانونية الست فاطمة شمري، حياك الله. أهلاً وسهلاً. سمحت الشيخ، بداية أبدأ معك، قراءة أولى ودخلت السفارة الأمريكية بشكل فاضح وواضح. صحيح. ومنظمات المجتمع المدني وسائل التواصل الاجتماعي، هذه بالقراءة الأولى. أما القراءة الثانية فاليوم شفنا بيان شديد اللهجة
من البرلمان الأوروبي ودخل على الخط، ليش كل هذه الانتقادات وهذه الاعتراضات على تعديل قانون الأحوال الشخصية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية طيبة لك وللأخت الكريمة والمشاهدين. وعظم الله لنا ولكم الأجر بالرواية الأولى بشهادة السيدة الزهراء عليه السلام، وكذلك الخلود إن شاء الله لشهداء جنوب لبنان وغزة والذين يقفون اليوم موقف المسلم الحقيقي دفاعا عن الأرض والعرض وإظهار الهوية الحقيقية، فالمسلم المنتمي وليس ذلك الذي يعني، وهذا بتناص مع الموضوع هذا، الذي لعله يجلد ذاته فينتمي إلى أحضان الغرب والمنظومة الخاوية على عروشها، محاولا بهذه الاعتراضات أن يتبنى ما يتبنونه في بلدانهم، وهم قد ضربت لديهم المنظومة الأسرية والاجتماعية ولا ينفكون من يعني عفوا استهداف المنظومة الإسلامية بسبب هذا الفشل الذي يعيشونه في بلدانهم. أنا الآن حضرتني ما أدري رواية ما أدري شنو ربطها بالموضوع، لعله نسبة الربط واضحة. يقولون في يوم من أيام عبد الملك بن مروان كان يقلب الدرهم وكان الفضل إلى جنبه، فقال: أتعرف من سكى هذه المسكوكة؟ قال: الأمير يعرف، أعرف مني بهذه. قال: سكها هارون العباسي. عفوا هارون كان يلعب بالدرهم. قال: سكت في زمن عبد الملك بن مروان وبإشارة من الإمام الباقر عليه السلام وفي رواية من الإمام زين العابدين. شنو قصة سك المسكوكة هذه؟ الروم يعني ملك الروم احتج على عبد الملك بن مروان، قال له يعني طلب فد موضوع ما، فبعد ذلك الدولار كما نقول بهذا التعبير من الحديث كان عند الروم مو عند العرب والمسلمين، فقال: سوف أمنع عنك هذا المال وأنت الجانب الاقتصادي بيدي. طيب. يقول فداخل هذا الرجل يعني دخل بعد في دوامة حيرة، إلى أن الوزير قال: اذهب إلى البيت رسول الله، استدعى الإمام. الإمام قال له: اجمع الذهب والفضة والسك المسكوكة ويجعل لها ميزان محدد، بعد ذلك لن يستطيع أن يسيطر عليك. اليوم إذا اتحاد أوروبي أو غيره، إحنا واحد من مشاكلنا في العراق أو في المنطقة هو عملية عدم الاكتفاء. من شاهدنا الجمهورية ضربت إسرائيل، إسرائيل إلى الآن لا تستطيع أن ترد ولن ترد، لأن الاكتفاء الذاتي في الجمهورية سمح لها أن تقف موقف الند. إحنا الآن في العراق هذه التدخلات لن تنتهي، لأنه ليس لدينا اكتفاء ذاتي. هذا واحد. الجانب الثاني، أنا يعني كل ما تنازلت عن هويتي، كل ما جلد ذاتي، كل ما صار هنالك حالة من الطمع بأنهم يدخلون في علاقنا أكثر. يعني الآن هم لما يذهبون إلى هذا التهديد، إحنا عندنا بدائل، خلي الاتحاد الأوروبي شو يريد يقدم لي إذا هدد؟ يعني هو الآن موجود الصين مثلاً، أصلاً الاتحاد الأوروبي يعني عفواً إحنا ما نستهلك منه إلا ما يعبر بالتعبير العراقي البالة الأوروبية، يعني ماكو شيء مثلاً ما عندهم إنتاج اللي نستفيد منه. لا. النقطة الثانية، ترى أوروبا الآن منهار اقتصادياً، فهي بحاجة للعراق. لا حد يستهين ببلد العراق الآن، يعني مركز الإشعاع الاقتصادي. وأنا أكد لك يعني بصرف النظر عن الوضع السياسي، هذه الأرض يعني معطاء وهنالك يعني نظرة من الدول الأوروبية للاستثمار في العراق. فبالتالي نحن على البرلمانيين، والمقدمة مقدمتك كانت رائعة جدا وأحسنتي علوية، هؤلاء أو أولئك الذين تحت قبة البرلمان عليهم أن يعوا أولا حجم العراق واسمه، ثانيا حجم المصالح والتبادل بيننا وبين الاتحاد الأوروبي. النقطة الثالثة، الهوية الإسلامية التي هي هوية الأغلبية لا تسمح لتدخل هؤلاء. ثم هم هددوا في قضية البغاء، هذه النقطة الهوية، يقول لك المكون الأكبر جاي يفرض رأيه علينا، واني ما أعرف شنو الربط. إذا الأكراد لهم قانون، المسيحيين لهم قانون خاص، السنة كذلك، ليش هذه الاعتراضات؟ يعني ليش يردون يسقطون المكون الأكبر ويقولوا ماذا مو من حقهم أن هي هذا واحدة من الحرب. يعني الآن أنت حتى في حرب يعني الجنوب وغزة تلاحظين القنوات، أنا سميت العربية العبرية، يعني واقع، لأنها تظهر لك انهيار الأمة الإسلامية ولا تظهر انهيار حتى العدو. العدو يعني المقاومة تكبده خسائر كبيرة وقد وصلت إلى عمق داره. الآن نتنياهو يتحدث من تحت الأنفاق، لكن هم يظهرون لك أنه القيامة ستقوم وأن إسرائيل قادرة على يعني عفوا السيطرة بالمنطقة، مع أنه منهارة إسرائيل حقيقة. هذا هو الإعلام، نفس الشيء هم يتدخلون في شؤوننا ليظهروا أننا لا نستطيع أن ننهض بأنفسنا وأن منظومتنا الإسلامية غير قادرة للتحديث والعصرنة.
كذلك هم يريدون قطع الزواج. واقعا هذه الصيحات علوية ورائها مآرب، واحدة منها اللي هو تقليل الزواج، يعني يذهبون عفوا إلى المثلية وإلى الحركات الفاسدة. لأن لما يجي هذا مثلا، إحنا عندنا قانون نريد نخفف من قضية الحضانة، قضية زواج القاصرات، هذه الشماعة الكاذبة. طبعا هذا الشاب بعد راح يعزف يقول لك شنو أسوي أنا، لأن الحضانة بيد الزوجة، الحقوق كلها للزوجة، القانون كله للزوجة، بالتالي يعني يحاولون سلب هذه العلاقة الزوجية وجر الشاب من أن يذهب إلى الحلال ويختلي بهذه الممارسات الفاسدة. ست فاطمة، شنو رأي حضرتك ببيان البرلمان الأوروبي؟ واضح وشديد اللهجة أنه نحن مقبلون على تطرف إذا ما عدل هذا القانون. بداية تحية لحضرتك وفضيلة الشيخ والمتابعكم الكرام. هذه مو أول مرة جهة غربية تتدخل في محاولة تعطيل هذا التشريع. سابقا تدخلت بريطانيا عن طريق سفيرها، كذلك أمريكا، الآن الاتحاد الأوروبي، بعد أن لجأت المنظمات اللي هي أذرع هذه السفارات هنا في العراق شافت انقرأ قراءة ثانية وهو ماضي في التشريع، لكن اضطرت أنه تستعين بالبرلمانات الأوروبية، على اعتبار سابقا أيضا هدد البرلمان الأوروبي عندما تم تشريع قانون مكافحة البغاء، هم هددوا ب يعني عقوبات اقتصادية على العراق، وهذا أمر مضحك. يعني كما قال فضيلة الشيخ أنه هم محتاجين الطاقة في أوروبا، مخزون الطاقة يكاد ينفذ. طيب. فهم محتاجين العراق، فما ممكن أنه هاي مجرد تهويل إعلامي يعني حتى يأثرون على البرلمانيين. لكن هي الحقيقة أكو دول يعني هي ترعاها أوروبا ويرعاها الغرب، اللي هي الكويت، البحرين، السعودية، عتها هذا التشريع أنه على حسب مذهبه، مذهب الجحفة. إحنا فقط هنا بالعراق هي هاي المشكلة. إحنا من 2003 لحد الآن زرعت الكثير من منظماتها تحت مسمى حقوق المدنية وحقوق المرأة، وهي بالعكس لها أهداف أخرى، إلى فترة قريبة كانت مخفية، لكن كل ما يحاول البرلمان يشرع قانون يخدم الشعب ينتفضون ويطلعون رؤوسهم ويبدون يتباكون على الحريات والحقوق. مع العلم شنو الأهداف اللي قاعدة يرعاها الاتحاد الأوروبي؟ هاي أهداف المنظمات وما تعيثه في العراق فساد، ممكن أعرف شنو هي أهدافه؟ العراق كون بلد يتميز بالكثير من الأمور، يعني إحنا كقوة بشرية، قوة اقتصادية، قوة حضارية، الموقع قريب، إضافة إلى قريب على الدول اللي هي حليفة لهذه الدول الغربية مثل دول الخليج والكيان الصهيوني، إضافة إلى أنه العراق بكمية طاقة، يعني حسب أحد علماء الاقتصاد قال أنه آخر بلد ينفذ من عنده النفط هو العراق، إضافة إلى أنه يعني متوفر بكمية كبيرة، إضافة إلى يعني أمور أخرى كثيرة. يعني إحنا لو نجي العراق يحاول يعني لو سمح له بأن يعتمد على نفسه ومن غير تدخلات ومن غير أن يجعلون الخواصرة يعني دويلات صغيرة تحاول أن تقتص من عنده. من يحاول يجعل العراق دويلات صغيرة؟ ترى المشكلة مو بس التأثير الخارجي، داخل العراق هي زرعوها، هو زرعوها هاي الأفكار داخلية. نعم. أكو سياسيين في العراق ذو نفس أوروبي وأمريكي. نعم، يعني رئيس البرلمان السابق كان معارض أنه يشرع قانون مكافحة البغاء. وهذا شنو معناه؟ يعني هو هذا القانون يخدمنا إحنا كعراقيين، يتوافق ويا عقيدتنا ويا أخلاقياتنا ويا عرفنا، ليش تحترض عليه؟ ست فاطمة، بصراحة وردتنا معلومات أكو نائبات في البرلمان العراقي يعارضون بقوة هذا التعديل. نعم. خوفا على أنهم يعني عندهم أطفال ويخافون الحضانة تروح منهم. إلى أي مدى صحة هذه المعلومة؟ الحقيقة إحنا لمسنا لمس اليد من خلال تعاملاتنا. مثلاً قبل فترة كان عندنا مقترح تعديل المادة 57 من ضمن إحدى مواد قانون الأحوال الشخصية، صار له سنتين أمام رئيس مجلس النواب. قبلها كان مراسلات بين لجنة المرأة والطفل والقانونية لمدة 9 أشهر. لما رحنا وقابلنا اللجنة القانونية وسألناهم، طلعت موظفة تتضرر من تعديل القانون هي اللي خافية هذا المقترح لمدة 9 أشهر بين لجنة المرأة والطفل واللجنة القانونية. فعلى هاي وقيسي أنه أكون نائبات ولا واصلين لهيك نعم مرحلة. نعم. ف
ثقة بالمؤسسة التشريعية، موظفة تستطيع أن تخفي ورقة نعم. مهمة تذهب إلى اللجنة القانونية. نعم. زين هاي من يحركها؟ هي هاي المشكلة. إحنا ليش يعني يعني حسب ما إحنا شفنا أنه المنظمات تحاول تستخدم بعض النائبات كأنه شون منظمة إنسانية، لكن هي بالحقيقة لها أهداف أخرى. يعني مثلا تقيم الورش ومن أجل تمكين المرأة وحقوق المرأة وغيرها، تشارك بها نائبات بمجلس النواب. فهذه المنظمات يعني هدفها معروف، أنه تحاول تتدخل بكل التشريعات اللي تهم المجتمع العراقي. يعني وإلا شنو دخل الاتحاد الأوروبي في قانون ينظم العلاقة الاجتماعية بين رجل وامرأة؟ سيد فاطمة، هسه ربما سائل يسأل يقول أني أي واحد معترض في مواقع التواصل أو بالتلفزيون، أنا لازم يكون عندي منظمة وممول من الاتحاد الأوروبي أو بأجندات خارجية؟ هي بينت، هم استعانوا نفسهم، هم استعانوا بهاي المنظمات. هم يعني على الملأ يقولون ليش أكو اتفاقية سيداو، أكو اتحاد أوروبي، أكو كذا، العراق موقع على اتفاقية الفلانية. يعني هم قاعد يبينون أنه هم يعني ملتزمتهم هذه المنظمات، إضافة إلى أنه يعني كل الحجج اللي بالبداية أثاروها مثل زواج القاصرات ومنع المرأة من الميراث ومن النفقة وغيرها هذه كلها أثبتت أنه هذا مجرد أكاذيب تحاول تتمسك بها هذه الأصوات. سمحتك شيخ، البارحة أحد المؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي وهي محامية طلعت تهلهل وناشر البيان مال الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي، فرحان يا نسوان والبرلمان يهدد العراق والعراق راح يخاف وراح تنفرض عليه عقوبات. هذا نفس داخل مجتمعنا، وهذا ربما يكون نفس مؤثر. يعني أنا كمتلقي شلون أفهم هذا النفس، شلون أفهم هذا الخطاب؟ هو طبعا مثل هذه الحركات لابد أن تجفف منابع هذه الحركات. بصراحة البيان الأوروبي كشف حقيقة من ينتمون إليه، بدلالة أنه قال سوف نسعى جاهدين لدعم المعترضين في داخل العراق. يعني إذن هذه المنظمات قالت هل المفروض، عفوا أقولها بالعراقي، حسبوها على عمامته عليه، هاي ينقص لسانها، لازم لأنه أقولها بالعراقي ينقص لسانها. إحنا ما يصير بعد نستخدم لغة شوية بها شيء من المثالية. لماذا؟ أنا سبق قلت يمكن برنامجكم قلت أنه قانون تغير. الأخت الكريمة ذكرت قصة أنا ابتسمت، لأنه بعض الناس يقول لك هذه من الخيال، لا حقيقة، هاي موظفة تخفي وتستطيع أنها توقف هكذا موضوع، بدلالة أنه منال يونس قلت لكم سابقا هي التي تغير القانون بسبب علاقتها طلاقها من زوجها. فإحنا يعني ترى أكو بعض القضايا تدار بالمزاج، يعني مو قضية يعني مثلا استقراء منطقي كما نقول، رؤية مثلا مصلحة عامة، أبدا على القضايا الشخصية. وذلك كثير من الأمور تقر بين بدهاليز السياسة للمنافع الشخصية، لا يعني لا ترمي بظلالها وتعكس بظلالها على المجتمع. النتائج هذه تدل على العلائق الفاسدة، وعلى الحكومة الحالية أن تقف موقف يعني مباشر وصارم مع هذا البيان. يعني تذهب إلى الجهات التي تدعمها هذه الجهات الأوروبية وتحاسبها أمنيا، لأن هذا خرق للسلم الاجتماعي. إحنا يعني ذيك الفترة ترى صار اعتداء على العمامة، اعتداء على النظام، يعني واحدة بكل عفوا ما أدري والله العظيم، أنا يقولوا شيخنا شوية تتعصب، مو هي اكو اهانات تصل للرجال؟ يعني شنو معنى تتحدث بكل اريحيه بالقنوات ومن قناه الى قناه وما جاي واحد يلجمها؟ لا قانون يحاسبها، لا مثلا عشيره توقفها، ساها ما عدا عشيره، ما عدا اهل، ما عدا عمام. هي لما تقول ذكور، لما تقول مثلا خلينا نقول ترد على واحد يتحدث يقول ناقصات عقل ودين، تطلع تتبجح تقول قلت لابن التي، او تغلط على والدته او تغلط عليه. يعني هاي شنو من نموذج هاي؟ هذا المفروض وامثاله، ثم مطلقه 3-4 مرات تجي تعكس بوقفه شنو؟ ما سمحتك هاي واضح. يعني انا اقول لك بصراحه، هل المعنيه هذه نعم، هل لا تستطيع ضبط ايقاع الكلام البذيء في لا 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 اصلا لا، بالعكس متقصده هي، لان كلما زادت حاله البذاء لديها كلما دعمت خارجيا اكثر. اقول لك بصراحه، كلما صار هنالك استهتار كلما اصبحت ترند بالنسبه للجهه التي تدعمها، وهذه هي المعنيه التي يمكن ان تقدم كنموذج للدفاع عن هذا الفساد. والا ان يؤتى بانسان منظم وعاقل ويمكن ان يتقهقر، هذا غير نافع. لا بد ان يؤتى بالشخصيات الهزيله وذات الطابع الاجتماعي الفاشل بالعلاقة الأسرية إذا كان، أو بتاريخها. أنا ما جاي والله ما شخصن القضية، ولكن لما تشوفين الشخص من أمه
يعني شخوص ما عندهم أي عملية انتماء حقيقي للعراق ولا للمجتمع. أنا لما يصير عندهم يعني أنا الآن أسكن بالإيجار لازم أسوي مشكلة مع أصحاب البيوت، شنو ربطه؟ أنت مطلقة 3 مرات 4 لازم البلد يعني ينهدم وتبدين أنت دائما تستمرين بعملية الإساءة للإسلام وإلى المجتمع، مجتمع ذكوري، مجتمع ما بخير ابن اللي يعني شتم بالإعلام دي يصير. فإحنا رجاء همين، أنا قبل أيام كنت في أحد القنوات وكان الحلقة فقط واحدة، قلت له أنت مسؤول، أنت كررت بعض الشخصيات وروشتونا، وإحنا اليوم مشكلة التيك توك، وهذا اللي يكتب لها بطلة هذا مشارك معها بالإثم، هذا اللي يساهم في رفع ظهور خوارزمية تدرين الآن، ظهور هذه الشخصيات للمجتمع هو مأثوم أمام الله سبحانه وتعالى. ولكن البعض يقول أيضا أن البعض يطعن بالشرف مباشرة في حال الاختلاف بالرأي، حتى أكون منصف أنا أنقل لك الرأي والرأي لا ما في شرف أصلا، أكو مقاطع منتشرة لهذه الجهات، وأنا من الناس شفت أنا من ويمكن حضرتك والأخت الكريمة يعني مقاطع عشرات مو مقطع أو يدل صح. على وإحنا حتى عندنا هاي بالأصول وبالدين شلون لما تجي هذا التواتر يصير، يعني أكثر هذا مو شهرة، هذا تواتر صار، يعني لما عشرات المقاطع مثلا في واحدة تدخل عليها امرأة تقول لها أنا عندي مشكلة وزوج، تقول لها طلقي وشربوا وراء فوار صح. وين هذا استهتار؟ هذا ما متربي بين رجال، فلذلك عنده مشكلة تقول ذكور. أنا بالمناسبة لا حد يجيني يقول مجتمع ذكوري، اللي يقول هذا الكلام خلي يشوف بالعالم أول امرأة قد تقود السيارة في العراق، أول وزيرة في العراق، الآن البرلمان بيش كثر نسبة نساء، موظفات 4,200,000 عندنا يمكن 3 ملايين، وأنا أقولها بكل شجاعة طالع بالإعلام وقايل لا بد من المساواة لأن الرجال عندنا والشباب عادة في المطاعم ونسبة التوظيف للنساء أكثر، مو ضد المرأة أن تتوظف ولكن عملية التوازن خلي يكون. الآن من اللي في أي دولة موجودة في إذا كان بالخليج إذا كان بالدول المجاورة مثل المرأة العراقية ما أخذ دورها؟ ثم أقولش بصراحة 8,000 حالة طلاق بزمن حرب إيران لو الكويت، لو بزمن التكنولوجيا وبزمن البحبوحة والوضع الاقتصادي الجيد، إذا أكو شنو؟ أكو عملية استهتار حصلت. سين هذني نساء أكو الآن ظهرت في الآونة الأخيرة رجال وهم ما يتكلمون هذا مجتمع ذكوري خلي شوية نجام للمرأة نفس الشيء من هم من هم هذول نسويين والله هذول لا 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 أولا هذول 2-3 هم نفس الشيء هم يعني ترى بعض الشباب احنا جزاهم الله خير هذول اللي هم يفضحون هؤلاء او يبحثون عندهم وقت طلعوا هذول اغلبهم طلعوا قبل 10 سنوات 7 سنوات يجتمعون في اماكن نفسهم اليوم شنو شطوا في القنوات والاذاعات والمدونات حتى يخلقون راي عام ضد القانون قانون الاحوال الشخصيه تعديل القانون وبالتالي احنا لما نرجع الى تاريخهم الى حياتهم ما وجدناهم اناس لهم تاريخ نظيف او سوي من الشخصيات كان مسخر صفحته يعني لاضطهاد الشيعة والتكلم على الشيعة بطريقه سلبيه جدا اليوم نشوف اول الرافضين لهذا التعديل يعني بدون ذكر اسماء ولكن مره لا لا شوفي ممكن اكو اراء فرديه انا في سنه 2014 كنت رافض هذا القانون 2017 لان انا من 2014 متصدي اقدم رجل دين مو رجل دين شخص يمكن تصدى لهذا الموضوع قانون الاحوال الشخصيه الحالي هذا اكو مرحلتين مربي 14 حسن الشمري النائب و17 اكو مدونه كذلك مررت الى البرلمان للتعديل قانون الاحوال الشخصيه بس مو بهذه الطريقه لا كنت انا مع ذاك الآن مع هذا هي عملية أكو تمرحول نعم واحد عنده رأي ممكن يكون سلبا مرة إيجابا نعم لكن لما ترجعين إلى متبنياته إلى تاريخه امرأة من لا شيء أنا امبارح مقدم واحد يتصل بي يقول له فلانة هذه اللي اختارت القنوات أنا قلت لها بالجو مبارك عليك السيارة الحديثة الفلانية منين هذا ثم لما ترجعين تقولين مثلا واحد عنده رأي محترم بس مو يسيء للآخرين احنا صارت الإساءة لمذهبنا صار تشنيع ضد الفقهاء تشنيع ضد حتى أهل البيت تشنيع ضد القرآن تشنيع ضد رسول الله طيب ست فاطمة هسه هذن المحاميات نفس الاختصاص اللي حضرتك انت بي يعني هذن يرفعن راية الحق راية العدالة هل يرفعن هذه الراية بالفعل ما نراه اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي يعني شيء معيب لو الموضوع مصالح شخصية وفلوس وسيارات كما تفضل الشيخ حتى تزيد الطلاقات والمرافعات وأكو شوية شهرة بالفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وين الحقيقة ست فاطمة؟ هذول البعض المحاميات هم أصلا كل واحدة عندها منظمتين أو 3 ويعني منظماتهم عايشة على التمويل هي السفارات يعني كل ما تزيد حالة الطلاق
كل ما تزيد الدعم، والبيان البرلمان الأوروبي يوضح هذا الشيء أنه راح يزيدون الدعم، فهي مسألة واضحة جدا. فهم أصلا مثل ما ذكرت قبل شوية أنه بالبداية كانوا يتحدثون عن حقوق المرأة والحريات المدنية وغيرها وغيرها، لكن بعد ما فشلوا بهذا الشيء بدأوا يبينون وجههم الحقيقي، أنه يعني فرحانين ب... أحد المحاميات تقول أنا ما أتزوج إلا على مذهبي والاحترام لمذهبها ولجميع المذاهب الإسلامية. طيب أنت منو جابرش يعني؟ طيب ليش من حق المقابل؟ وهي هاي المسألة يعني. هسه قبل فترة يعني أول ما قدم المقترح التعديل للبرلمان اتهموه بأنه طائفي. طيب طائفي من أي ناحية؟ هو قاعد يقول لك أنت حر، بإمكانك تعقد على هذا المدونة أو تبقى على القانون الحالي، وين الطائفية؟ هل أكو شخص من السلطة التشريعية اتهم هذا التعديل بأنه طائفي؟ نعم، أحد الكتل السنية قال إحنا ما نكتب مدونة لأن هذا المشروع طائفي، ولكن بعد أن بدت تتوضح الصورة أكثر يعني حسب ما أكدوا المجمع الفقهي بأنهم راح موافقين على كتابة مدونة على المذهب الحنفي. يعني الهجمة كانت على كل المستويات، على مستوى البرلمان، على مستوى الجمهور يعني يحاولون يضللون الجمهور، على مستوى السياسي عن طريق تدخل السفارات والمنظمات، حاولوا بكل طريقة نفس الأسلوب، هم نفس الأشخاص اللي عارضوا هذه المشاريع اللي قدمت على مدار 20 سنة، إضافة إلى أنهم حاولوا يمررون قانون مناهضة العنف الأسري مرتين، لكن الجميع فضحوا هذا المشروع. فاطمة أنا أعتذر، في البيان الأوروبي وردت مفردة الاغتصاب الزوجي، شنو معناها؟ المشكلة هم يعني حاليا جاي يروجون الأمور أنه إذا الرجل حاول أن يعني يتمكن من زوجته يأخذ حقه الشرعي من غير إرادته يعتبر اغتصاب. فأنت على هذا وقيسي، يعني شلون ممكن يتدخلون بتفاصيل الحياة بين المرأة والرجل حتى يخلقون هذا النزاع بيناتهم بحجة الحريات والحقوق؟ يعني هذا كارثة، يعني حتى هم يعني بالغرب ما عندهم هذه الأشياء. يعني احنا نتحداهم، يعني احنا انتهينا من زواج القاصرات، انتهينا يوميا يطلعون من فقرة الرضيعة، وانتهينا من كل هذه المسميات، الآن عندنا مسمى جديد الاغتصاب الزوجي. الآن حتى قبل فترة روجوها بمصر أيضا، كان هناك حتى طلعوا علماء قالوا يعني ما يعني الزوجة من لازم تمكن زوجها، لأنه هي عقد نكاح بين المرأة والرجل. ست فاطمة، إلى أي مدى تحول النساء إلى رجال أو إلى زلم بالمصطلح العراقي؟ نعم، هم يدعون أنه مجتمعنا ذكوري، لكن في الحقيقة المتسيد هم النساء المسترجلات، خلينا نقول، لأنه يحاولون ينافسون الرجل بكل شيء، يحاولون يكونون ند إله، وهذا ما يتوافق ويا طبيعة المرأة. ممكن تكون هناك عدالة لكن ما ممكن تكون مساواة، لأن المرأة لها تركيبة خاصة والرجل كذلك. إضافة إلى أنه يعني الاتحاد الأوروبي لما يحاول يعني ينظر بعين واحدة مركز كل نظرة على العراق، ما يباوع للدول اللي حوالينا. الدول اللي حوالينا إلى فترة قريبة مثل بالسعودية كانت المرأة تمنع أن تقود سيارة، بعد ما سمحوا لها صارت كأنهم محررين القدس، أنه انطوا هذا الحق. مع العلم العراقيات من زمان ما أخذت أكثر حقوق من بقية يعني النساء في الدول العربية الأخرى. سمحت الشيخ، هذا التعديل تأخر في البرلمان، شنو رسالتك إلى البرلماني؟ والله أنا يعني للأسف علمت أن هنالك هم كذلك يعني داخل موضوع التوافقات، والآن الاعتراض من الأخوة الكرد كذلك أن يمررون بعض القضايا الخاصة بكركوك، مو تجنيسه بل اكو موضوع ما ادري في خص الاراضي ايام في كركوك. في نعم. كركوك يعني هذا ما له دخل، يعني هاي الغصه التي نعيشها في كل موضوع نود اننا ناخذ بها جانب الاستقرار الامني والاجتماعي، يتم تعطيل هذا القرار بسبب المحاصصات او بسبب تنطين وانطيك. المفروض انتم عراقيين، المفروض انه الان لما تنظر عندك قانون الاحوال الشخصيه في كردستان على العين والراس، نحترم ما لديكم نظام داخلي على العين والراس، لا تتدخل في شان المركز. ثم هذه قضيه القانون الاحوال الشخصيه فيها رضا الله، وانتم المفروض جهه اسلاميه مو جهه يعني اذا ما تم تمرير التعديل لا شنو موقفكم انتم كرجال؟ انا اقول الشيء،
هذا القانون يمرر. أولا قراءتي أن تمت الحمد لله، يعني ماكو بعد اعتراض، فقط يقر، والإقرار جاي 100% إن شاء الله، وسينتصر صوت الإسلام وصوت المجتمع العراقي والأعراف الإيجابية. شكرا جزيلا رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح الشيخ مجيد العقابي، حياك الله. شكرا جزيلا القانونية الست فاطمة الشمري، حياكم الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضل. شكرا جزيلا. ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول تدخل البرلمان الأوروبي في تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية، لنتابع. ملفنا الثاني راح يكون عن تصاعد الدخان والسحب الكبريتية في سماء العاصمة بغداد، راح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي عن الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس محافظة بغداد لمناقشة الأسباب وإيجاد المعالجات، لنتابع. الدخان ورائحة الكبريت ضيفان ثقيلان يحلان على سماء بغداد يوميا، وخلال ساعات المساء تتحول الأجواء إلى ضبابية تسبب حالة اختناق يتعرض لها مواطنون. محافظ بغداد يؤكد أن هناك استخدامات خاطئة من قبل بعض المصانع والمعامل، مشيرا إلى تشكيل لجنة تحقيق لتحديد طبيعة المشكلة وحلها. استخدامات خاطئة في بعض الصناعات، أو وجود معامل بصورة غير نظامية، أو لتقادم بعض المصانع أو المصافي، واللي بدأ المواطن يلمس الآثار ويتأثر بها. لذلك اليوم كان هذا اجتماعنا لمناقشة، أولاً لتحديد المشكلة، ما هي المشكلة وحقيقتها وطبيعتها وصفها الصحيح، ومن ثم تحديد أسبابها، ما هو السبب الذي الجذري اللي يسبب هذه المشكلة. وعلى أثر ذلك تعقد محافظة بغداد اجتماعا طارئا بحضور مديريات البيئة لمناقشة أسباب تصاعد السحب الكبريتية في سماء العاصمة، مؤكدة أن عملية التلوث غير مفتعلة ولا توجد مواد مسرطنة وفق ما أشيع على مواقع التواصل. كل عمليات الحرق غير النظامية أيا كانت المادة الأولية المستخدمة هي تنتج انبعاثات. تراكيز هذه الانبعاثات وكثرتها بالنسبة لنا لوزارة البيئة هي لا تزال قيد الدراسة والحصر. عندنا تصورات مبدئية مبنية على قياسات، هذه القياسات لا تشير إلى وجود مركبات غير طبيعية أو عمليات مفتعلة أو محاولة للإضرار المتعمد بالصحة العامة. نعم هي بمجملها تكون لها آثار سلبية ناتجة عن التعرض الطويل، ناتجة عن التعرض إلى تراكيز عالية، لكنها ضمن المديات وضمن القيم المقبولة بيئيا. مع استمرار انتشار رائحة الكبريت في سماء العاصمة بغداد، الحكومة تشكل لجنة لمدة يومين للكشف عن مصدر التلوث الذي تسبب بأمراض تنفسية خطيرة لدى أغلب المواطنين. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية.
أفتح ملفنا الثاني مع ضيوفنا الكرام مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية الأستاذ عامر الجابري. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا. كما أرحب بالخبير البيئي والبيولوجي الدكتور حيدر معتز. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. بداية أستاذ عامر، قبل أن نتحدث بملفنا، شنو اللي جاي يصير؟ الريحة تخنق في العاصمة بغداد، المواطن ما قاعد يقدر يتنفس، والأكثر من هذا خوفا وقلقا أنه الأسباب غير معروفة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الحالة الجوية بصورة عامة، احنا هذه يعني مع الأسف هو حاليا اللي صار عقد اجتماع بخصوص هذا الموضوع. هذه المرة الثالثة تتأثر بها العاصمة بغداد، ليس أول مرة. المفروض منذ اللحظة الأولى، يعني هذه المرة الأولى اللي كانت قبل شهر أو أكثر من شهر، المفروض يكون تحرك بهذا الموضوع، خاصة الأخوة في وزارة البيئة. لأن احنا ما أعتقد يعني أنا أبقى أنتظر مرة ومرتين وثلاثة يلا شكل لجنة حتى أشوف شنو الحقائق. المفروض من أول مرة تشكل هذا اللجان بخصوص الحقائق. يعني العاصمة بغداد شهدت يعني حقيقة خلال هذه الأيام انتشار رائحة الكبريت. هو احنا نقول هذا نتيجة محروقات الوقود الحفوري، وخاصة يكون التراكيز العالية قرب المناطق اللي بها المصافي مثل مصفى الدورة، والإضافة إلى المعامل الموجودة في منطقة النهروان اللي حاليا يمكن تستعمل النفط الأسود. هذه كلها مؤثرات على البيئة وعلى الصحة، فأكو تأخير بهذا الموضوع حقيقة. يعني إحنا حتى المواطن دخل بقلق، دخل بحيرة خلال هذه الفترة، لأن ماكو أي تصريح كان، أي توضيح للمواطن. المواطن الفترة اللي دخل بيها قلق من خلال ما يشوف على صفحات التواصل الاجتماعي، لأن بعض الأخوة قاموا يعطون مخاطر وما أعرف شنو. فلذلك إحنا كنا نتوقع يعني نتأمل من الأخوة في وزارة البيئة بنطلع متحدث يعني يعطوا صوت. ما بجا يعرفون الأسباب أستاذ عامر؟ ست الأسباب هي شنو؟ ما معقول ما يعرف الأسباب. هو كوزارة بيئة، وزارة البيئة عندها ملف الملوثات. الملوثات وكو أجهزة خاصة في وزارة البيئة لقياس هذه النسب موجودة عندهم. إحنا حقيقة يعني كأنواء جوية، إحنا كنظرة المنظمة العالمية WMO المنظمة العالمية للمرصاد الجوية، هي نظرتها بين هي المفروض هذا من اختصاص الهيئة العامة للأنواء الجوية، لأن هي مختصة بالأجواء. ولكن هذه الأجهزة موجودة عند وزارة البيئة، المفروض يصير تحرك من الأخوة في وزارة البيئة بخصوص هذا الموضوع، لأن هذه ليس المرة الأولى. يعني بماذا تعلل هذا السكوت؟ يعني المرة الأولى المواطن يسكت، المرة الثانية يتقبلها، المرة الثالثة هم لازم يسكنها حتى وراها مثلا يلقون حل. يعني هذا شيء منافي للتصور او للتفكير. صحيح ست العزيزه، انا هسه من اتكلم ما اتكلم كمتحدث باسم الانواع الجويه، اتكلم كمواطن. يعني انا استنشق هذا الهواء، عائلتي تستنشق، غيري دا يستنشق هذا الهواء، فما يصير يعني السكوت على موضوع هو خطر جدا. حضرتك اول ما استنشقت هذا الهواء وشميت ريحته، شنو كانت اول فكره تيجي ببالك؟ اكيد هو بالبدايه كان اكو تصريح غريب بعض من الاخوه في وزاره البيئه بين هذا ناتج عن حرق او مناطق التمر. هذا مو صحيح. التمر الرائحه تكون مميزه، يعني رائحه التمر مثل احنا المناطق غريبه، اكو مناطق يصير التمر مثل في منطقه التاجي دائما في وقت المغرب من يصير حاله التمر والرائحه تظهر، الرائحه ما تظهر مثل ما ظهرت رائحه الكبريت اللي واضحه جدا. يعني هاي رائحه الكبريت واضحه جدا للعيان، هذا التمر لا، الرائحه غيره. اكو بعض المواد من تحترق تبين هاي الريحه عن هذه الرائحه. شميت ريحه الكبريت، شنو اول شيء اجى ببالك؟ والله هو شوف الست العزيزه، احنا من اجى ببالي احنا كانواع جويه احنا عندنا معلومات حقيقه. احنا يعني بهذا الموضوع احنا من الوهله الاولى شكل فريق عمل علمي، شكل الدكتور سلمان البهاد المدير العام لهيئه، شكل فريق علمي وسوينا دراسه بخصوص الملوثات، ومن ضمنها هذا ثنائي اوكسيد الكبريت على هذا الموضوع، ورفعناه للسيد الوزير هذا الموضوع. احنا بدنا نشتغل، كملنا موضوع احنا كانواع جويه كملنا. المفروض الاخوه التاخير وين؟ المفروض الاخوه في وزاره البيئه، هذا عمل وزاره البيئه للاجهزه. قبل ايش قد انطيتوا هذه الدراسه؟ احنا كملنا تقريبا قبل 20 يوم او اكثر من 20 يوم كملنا موضوع الملوثات، يعني كدراسه احنا اشتغلناها مركز المناخ والبحث العلمي وسلمناها السيد الوزير. المفروض هذا اللي يتبادر بهذا الموضوع بهاي الدراسات المفروض وزاره البيئه، لان الاجهزه احنا ما عندنا اجهزه لقياس نسب الملوثات، الاجهزه موجوده في وزاره البيئه. في وزاره البيئه. طيب دكتور حيدر، شنو تاثير ثنائي اكسيد الكبريت على صحه الانسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييكم واحيي مشاهدي قناه الايام الفضائيه. حقيقه هي ظاهره حدثت وتحدث كل موسم، ظاهره ارتفاع تراكيز الكبريت وبعض الغازات الدفيئه، لها اسباب، لها مصادر. المصادر لحد الان مؤسسات الحكوميه المعنيه برصد هذه الحاله والحد منها او معالجتها لحد الآن
لم يعني تعالج هذا الموضوع بصورة صحيحة. ليش؟ يعني يحتاج لها بعض المعالجات، بعض ولا تعرف شنو. نعم بعض المعالجات يحتاج لها مورد مالي، مورد مالي مثل ما تفضل الأستاذ، يحتاج لها طمر صحي، العفو الطمر القمامة والعمليات الحرق، يحتاج لاستدامة بيئية استراتيجية لعملية الحرق، انبعاث هذه الغازات الدفيئة. احنا نعرف احنا مو فقط يعني عمليات الحرق الآن تنتج منها غاز ثنائي أكسيد الكبريت، لكن اكو غازات أخرى ممكن تسبب تلوث بالهواء. على العموم هذا الغاز هو سام، ممكن نستشعر به الريحة أو الرائحة لهذا الغاز أشبه بالبيض الفاسد، تتأثر به شريحة من المجتمع خاصة المعتلين في الجهاز التنفسي بشكل مباشر، وتزداد تراكيزه كلما ازدادت حركة الرياح وتغير الموسم من فصل الصيف الى الخريف. او لو سدوا الشبابيك سدوا النوافذ. نعم هذا التحليل، تحليل يعني او تصريح عالي. نعم جدا، بدلاله انه انت لو طلعت برا راح تشعر بدوخه. نعم او دواء. التركيز هذا العالي والتصريح لوزاره البيئه تصريح مهني، لان هيك او مثل هكذا ارتفاع في هذه التراكيز بنسب، هذه النسب حددت وفق أجهزة معينة. أكيد كلما تزداد النسبة ممكن تأثيرها يصير مباشر، ممكن أنه تأثيرها على حد المتوسط، على تكون مؤثرة غير مؤثرة على الكائن الحي وبالأخص الإنسان. فمثل هذه الأمور يجب أن تعالج. ثلاث مرات وما لقوا حل. الحل موجود، خلينا نتحدث. أكو دراسات للعلم، أكو دراسة من سنة 2000 زين، من سنة 2000 دراسة، وهذه الدراسة موجودة وممكن أن نعمل بها حتى نقلل من الانبعاثات. ثاني شيء، إحنا اليوم إحنا عندنا الأكسجين قل بسبب عندنا التمدد العمراني، قلة الغطاء النباتي، قلة التشجير في مناطق بغداد وخاصة في بغداد. فشوفين هاي السحابة الضبابية أو السحابة الكبريتية منتشرة في وسط العراق. مواطن العراقي ثلاث مرات شم رائحة غريبة ومختلفة في العاصمة بغداد، يعني تقريبا جسم الشاب بها، شنو تأثيرها الصحي على صحة المواطن اللي يستنشق كميات كبيرة من هذه السحابة؟ أكيد أولاً أمراض في الجهاز التنفسي أرواحين والربو، وخاصة المواطنين أو الناس اللي عندهم اعتلال في الجهاز التنفسي، ممكن سكتة دماغية، ممكن يصير عند تصلب الشرايين، ممكن تصل إلى حالات الوفاة. هذا الموضوع خطير جدا. استاذ عامر، الموضوع خطير، هسه نقول سكته وجلطه واعتلال تنفسي، الحكومه تريد شعب مريض يعني ثلاث مرات يتعرض لهذا الاستنشاق؟ ما اعرف، الحكومه تريد شعب مريض مثلا؟ ست العزيزه، المفروض يصير تحرك من الوهله الاولى. ليش احنا ننتظر دوله رئيس الوزراء يوجه تشكيل لجان يعني سريعه خلال 24 ساعه و 48 ساعه بين الزوده بالنتائج؟ ليش احنا بالبدايه كاحنا كجهات مختصه، الاخوه المختصين المفروض في بدايه الامر يكون هناك لجان خاصه في هذا الامر. يعني من الوهله الاولى، من صارت اول ما صار عندنا ارتفاع، المفروض تشكل لجان من وزاره البيئه والجهات المختصه الاخرى لمعالجه هذا. ليش هسه احنا من وجه دوله رئيس الوزراء؟ ليش احنا اللي ننتظر دوله رئيس الوزراء يوجهنا؟ انا كمختص، انا هسه بالانواع الجويه، انا ما انتظرت احد يوجهني، ما انتظرت احد يوجهني، صار توجيه داخلي. انتم ضموكم للجنه؟ هسه توجيهها مختصه، ليش ما ضموكم؟ انتم مختصين وهيئه الانواء الجويه ولكم معلوم، ما ضموكم باللجنه. اي، واحنا يعني ضمن منظور المنظمه العالميه للارصاد الجويه، احنا المفروض هذا الملوثات ايضا من اختصاصنا. المفروض ليش هسه عند البيئه، يعني البيئه دي يشتغل، المفروض يصير تحرك في بدايه الامر. فاحنا شوف، احنا حقيقه احنا المعلومه منظومه هالانواع الجويه، اي معلومه بدنا نعطيها صريحه. يعني احنا مثلا نقول فلان مقصر، فلان مقصر، احنا بدنا نعطي معلوماتنا نقول فلان مقصر، يعني ما ننتظر. احنا عندكم دراسه وقدمتوها. نعم. والدراسه مالتكم ما حد جاوبكم عليها. نعم. احنا رفعناها للسيد الوزير. وردوا مره ثانيه ما ضموكم للجنه، الحلول شلون راح؟ هسه تجاوزوكم جمله وتفصيل، منو راح يخلي الحلول؟
المفروض هسه احنا نقول للسيد الوزير يعني احنا مرت على المفروض اعتقد راح هو حتكون على طاوله دوله رئيس الوزراء الدراسه اللي قدمناها احنا دراسه كامله يعني من مختصين في الهيئه العامه للانواء الجويه من قسم التنبؤ الجوي ولجان علميه اضافه الى مركز المناخ والبحث العلمي فاكو من اكو شغل المفروض الشغل من غير الجهات ايضا ساهم بهذا العمل بصراحه ليش ما ضموكم ساهم والله ما اعرف الست اكيد عندكم معلومه منا ولا ليش جهه الهيئه الانواء الجويه ما تضم شوفي بتقاريركم وبتوقعاتكم الجوي ليش بصراحه احنا المفروض الانواء هم بس ما ضموكم لو اقصوكم هماتين وبصراحه والله هذا الموضوع يعني احنا ما يعني ما مخليه على بالنا احنا على بالنا نقدم الشيء اللي يخدم المواطن يعني مو ببالك اذا قبلوك او ضموك في لجنه او ما ضموك وانت هو المفروض يعني المفروض كل مؤتمر كل لجنه الانواع الجويه موجوده لان هذا يخص الاجواء هذا يخص اجواء يعني جوده الاجواء يعني من اختصاص الانواع الجويه فاحنا لذلك هي المفروض ست العزيزه ترى الانواع الجويه من اهم دائره بالعالم هاي المفروض كله في كل العالم كل العالم ليش بالعراق لا كل العالم وإلا فتم انتباه رئيس الوزراء يعني هسه الشغل هو يعني هسه بصراحه انا اذا اتحمل المسؤوليه كمواطن مو كهسه اعلامي اتحدث حمل وزاره البيئه لو السيستم بالعراق لو رئيس الوزراء يعني هو سؤال مباشر ليش ما ضموكم للجان باعتباركم جهه مختصه هذه هم بيها توافقيه ها ليش تضحك؟ والله ما أدري بعد يعني ما عندك جواب انتقل للدكتور حيدر دكتور حيدر هسه بغداد يعني نسبة التلوث هو الأعلى بين المدن العالم هذا التلوث قد يودينا إلى كانسر إلى سرطان لا قدر الله لدى المواطنين شنو تأثيراته السلبية؟ حالات ارتفاع نسبة الملوثات بالعراق ازدادت خلال هاي الفترة زين تعتمد نسبة الجرعة ومدة التعرض للجرعة للغاز السام هذه الفترة الزمنية لتلقي الجرعة وكمية الملوث والعناصر الموجودة بالملوث اللي تدخل رئة الإنسان أكيد راح إلها عواقب ضخيمة وعواقب صحية كبيرة يتحمل المواطن والمواطن شلون يعرف أخذ جرعة أكيد أو ما أخذ لا أكيد هي إذا ازدادت مثل ما الآن ازدادت النسب ارتفاع غاز ثنائي أكسيد الكبريت في الجو ممكن عن طريق الشم اكو حاله ظاهره صارت في هذا الفتره عن طريق رؤيه يعني احنا شاهدنا السحابه الكبريتيه بالجو واضح الضباب واضح يعني قبل 12 يوم وصلتني تقارير احصائيه بانه ورفعتها لاشخاص يعني اشخاص انه في مناطق مو بالشام وسبع قصور وعملية حرق غير صحيحة غير متكاملة من رفعتها دكتور؟ للجهات المختصة من الجهات المختصة؟ يعني الجهات المعنية جهة مختصة وزارة البيئة وزارة البيئة هي الجهة المختصة في تحديد ورصد الملوث والحد من تأثير هذا الملوث ومعالجته جاوبوكم؟ احنا كمختصين في مجال البيئي نرفع هذا الظاهره نرفع هذا النسب الغير طبيعيه لكن احنا مو اداه انه يعني نرفع ضيفين اليوم في هذا نعم الملف احنا مو ضيوف الاختصاص احنا نعالج عن طريق دراسه احنا صحيح مختصين ويجب على الحكومه علمية. ان تاخذ ارائكم اكيد احنا في دراسات علميه نعالج حاله معينه حاله تلوث مياه العراق حاله تلوث التربه واليوم تلوث الهواء اذا احنا مصالح اساسيه للحياه فيها ارتفاع في أستاذ يعني إحنا بصراحة خلي أقول لك إياها ما قررنا نفتح هذا الملف إلا تواصلنا يعني أي إحنا ردنا نتواصل ويا الجهات المعنية وجبنا ذوي اختصاص حتى الملفات تكون الجهات كلها اعتذرت وأنتوا حاضرين ويانا وجزاكم الله خير مجال يحتاج لرفع حالة الاعتدال الداخلي يحتاج له دفعة مالية كبيرة حتى ينهض أسوة بالدول المجاورة يعني احنا اليوم اي حالة استاذ عامر هو احنا وقعنا بالظاهرة ثلاث مرات الا نوقع نبدي كاتب الجهود استاذ عامر احنا اللي صار عندنا مصيبه كلش كبيره مثل ما تفضل دكتور حيدر الا صار عندنا حالات بالكانسر عاليه جدا اذا انتبهت للتصريح في التقرير يقول لك النسبه طبيعيه نسبه التلوث هذه
زين شلون يعني على شنو اعتمدوا في طبيعه هذا اللعبة. التصريح يحسب على الشخص اللي قاله، يقول نسبه التلوث طبيعي. طيب انا لما اطلع بشباك واشوف قدامي سحابه دخانيه وضباب والريحه ما اقدر اتنفس، ووزاره البيئه تقول لي قفلي الشبابيك ولا تطلعون برا، اذا مو طبيعي يعني شلون انتظر يعني مو طبيعي. فكان السؤال يعني سؤالك منطقي ست العزيزه، بين ليش احنا بنشارك الانواع الجويه. حقيقه يعني انا استغربت في بعض الاحيان، يعني ليس هسه في بعض السنوات اكو بعض الامور يعني مؤتمرات هنا تصير او ضيوف تشوف الانواع الجويه يعني ما صار لها دعوه. يعني المفروض هو كل حاله، المفروض كل حاله تخص الاجواء المفروضه بالانواع الجويه. احنا مثل مدير عام الهيئه للانواع الجويه هو ممثل العراق الدائم في المنظمه العالميه للارصاد الجويه، المفروض يكون حاضر. عندنا جماعه مركز المناخ موجودين اختصاص هذا الموضوع. انا مثلا انا امثل عضو اللجنه الاعلاميه للارصاد الجويه في جامعه الدول العربيه. اكل المفروض الانواع الجويه يكون عليها تركيز يعني مباشر. الانواع الجويه ايش قد مقدار الاهمال الذي تعاني منه في العراق؟ ست العزيزه يمكن اساتذه تقول لي يعني المفروض الانواع الجويه يكون حاضرين في هذه اللجنه. اي واحد هذا مو كلام، هذا كلام كل المواطنين والجهات اللي تواصلت وياها. واحنا يعني حتى صار يومين او ثلاث يعني صار علينا لود اتصال من المواطنين، اتصال من وسائل الاعلام خصوص هذا الموضوع، لان هو دا يحس المواطن يعني دا يحس مو ذوي الاختصاص دا يحس بان هذا يخص الانواع الجويه. وفعلا يعني احنا طبعا بالمناسبه لازم اقول كلمه حق، انتم الجهه الوحيده اللي ما منضمين للجنه ولبيتوا الدعوه، قبلتوا اليوم دعوتنا حضرتكم يعني حتى توضحون سبب هذا التلوث مع دكتور حيدر. يعني هذه شكرا جزيلا، لانه حقيقه المواطن عنده الكثير من الاسئله وبدا يخاف. نرسل الحاله، عندنا احصائيه معينه، انا اسلفت انه بدايه البرنامج انه هذه الحاله قبل 12 يوم حددنا مصادرها، مصدر التلوث يجب ان تحدده وتعالجه، او اذا ما قدرت تعالجه تحد منه او تلقى استدامه بيئيه للحد منه. خليني اسالك بصراحه، اليوم انتم كمختصين كعلماء كدكاتره بيولوجيين خبراء، هل الحكومة العراقية مثمنة جهودكم؟ بس ترى اليوم احنا رايحين على كوارث بيئية خطيرة جدا، لربما بعد 20 سنة راح نعض أصابعنا ندم، تغير مناخي، تلوث بيئي، جفاف، ماكو حزام أخضر. أخذوا آراءكم أنتم كمختصين؟ كل هالأمور مطروحة على الطاولة، لكن اليوم البحث العلمي غير مجرد، يعني مئات البحوث العلمية اللي اجتهدوا فيها وزارة التعليم العالي أو الكوادر حملة الشهادة يعمل على بحث واستغرق فترة من الوقت وبعدين النتيجة ما تترجم على أرض الواقع لحل مشكلة خطيرة، ظاهرة خطيرة بيئية تتعلق بالمواطن، ما يأخذ بها هذا كارثة حقيقية للبحث العلمي. أستاذ عامر بثلاثين ثانية، رح تتكرر هذه الظاهرة؟ إذا ماكو معالجات تتكرر الظاهرة أكيد، يعني كل شيء ما له معالجات يعني يتكرر، لازم له معالجات. ماكو معالجات؟ احنا حد ماكو معالجات. شوف هسه السؤال يمكن قلتي مهتمة بكم دولة، احنا عندنا سيد وزير النقل يعني الله شاهد اهتمامه كبير يعني بالأنواع الجوية، وعشر مليارات رزوها حتى يعالجون هذه الخلطة، يعني مهتم بشكل خاصة بالأنواع الجوية، حتى يعني بعض الأمور التخليص أمور مال المحطات وغيرها يعني بجهود يعني الله شاهد بهذا الموضوع يعني. بس شو يسوي الرجل؟ يعني إلى مثل إمكانيته المحدودة مثل فد حد معين يوصلها مثل هو الدولة رئيس الوزراء. فالمفروض الأنواع الجوية يصير نظرة غير عليها، لأن الأنواع الجوية تقدم يعني فد أمور. هاي العشر مليارات راح تشملكم كجهة مختصة باللجان، راح ياخذون بها رأيكم؟ اليوم أكو فلوس، سكانت الذريعة ماكو فلوس، اليوم أكو فلوس. والله بعد ست ما أعرف، راح يسألون علينا ما يسألون علينا ما أدري. شكرا جزيلا مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية الأستاذ عامر الجابري، والله يساعدكم الله يساعدكم الخبير البيئي والبيولوجي الدكتور حيدر معتز، شكرا جزيلا، نسأل الله لك التوفيق. إذا مشاهدينا ومتابعينا نأتي إلى ختام ملفنا الثاني لهذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة ولكم مني تحية والسلام.